له سؤال آخر يقول: نرى الكثير من الفتيات المتبرجات، وهذا يضعنا في مواقف نجد أنفسنا ننظر فيها إلى أولئك الفتيات، وهنا أسأل عن النظرة الأولى وما مقدارها الزمني، وجهوني بهذا. لا يجوز النظر إلى الفتيات، ويجب غض البصر. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وإنما يعفى عن نظر الفجأة، يعني ينظر الإنسان وهو لا يقصد النظر للفتاة، ولكن يقع بصره على امرأة، فهذه فجأة ليس باختياره، ولكن يجب عليها لا يستمر في النظر إليها، وإنما يقطع نظره إليها ويصرف بصره عنها في الحال ولا يستمر. قوله صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليس لك الثانية. الأولى التي بدون قصد، أما الثانية التي قصدها فهي حرام عليه ويأثم بها، وتكون سببا للفتنة، وربما تجر إلى شر. نعم.